نحافظ على صحتنا. زارتنا طبيبة المدرسة ثم قالت: إنكم يا أولادي في صحة جيدة، وعليكم أن تحافظوا عليها، فالوقاية خير من العلاج. أنصحكم بتنويع طعامكم واحترام أوقات وجباتكم، وأن تأكلوا يومياً الخضر الطرية والفواكه الشهية. أما القطاني كالعدس والحمص والفاصوليا فهي تزيدكم طاقة وحيوية، والأجبان والألبان فإنها تقوي وتنمي الأبدان. مرتين في الأسبوع تناولوا اللحوم أو الأسماك أو البيض، فهي تنمي العقل وتقوي العضلات. إياكم والإفراط في تناول المملحات والدهنيات والسكريات، فلا ينتج عنها إلا السمنة والكسل في أداء الرياضات. وفي الأخير وزعت علينا بطاقات الهرم الغذائي لتوعيتنا بالتنويع والتوازن في غذائنا.